ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم زكريا, how are you? Inshallah you're fine. This is our class for today. Let's start. Yesterday we take from ayah number 1 up to ayah number 4 of Surah Al-Jinn. And today we can take ayah number 5 and ayah number 6. First, I read it to you. You will listen and then you can repeat after me the new ayahs. So now listen carefully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Now I read up to ayah number 4. Now I read from ayah number 5 up to 6. Listen to the part. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا ظننا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Yes, now you can repeat after me, ayah number 5 and ayah number 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا ظننا أن لن تقول الإنس وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Okay, ayah number 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ رجال من الإنس رجال من الإنس وأنه كان رجال من الإنس. One more time. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزادوهم
رهقا فزادوهم رهقا. Now, Zakaria, you read ayah number 5 and ayah number 6 again. Only listen. Pay attention. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Okay, Zakaria, now we can take a revision. Today we have Surah An-Naba. Okay, you can look at the screen, listen to it, try to remember the ayahs. Yeah, it's from easy Surah. Yes, listen. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Okay, Zakaria. Thank you. جزاكم الله خيرا. See you in the next class, inshallah. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.